بكرة انطلق في شرم الشيخ فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، طبعا بحضور إفريقي وعربي كبير جدا، وده بهدف تعزيز جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية ونقل الخبرات المصرية في هذا الإطار وهذا الملف لدول القارة. حول هذا الملف اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريمة في الاستوديو الدكتور رفيق سلامة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ست مستشار، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. خليني في البداية أسأل حضرتك، بكرة ينطلق المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، ازاي حضرتك شايف أهمية هذا الحدث؟ والله بداية كل شكر وتقدير لفخامة الرئيس السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وهيئة الرقابة الإدارية لتنظيم هذا المؤتمر الذي ينقل مصر من الإقليمية إلى الدولية أو إلى العالمية. هذا المؤتمر يعني عودة مصر للحضن الأفريقي وعودة أفريقيا للريادة المصرية القديمة. وهذا المؤتمر بيعتبر فاتحة خير لمكافحة الفساد ليس في مصر فقط وإنما أيضا في القارة السمراء جميعها. ندعو لهم بكامل التوفيق.